دونك توفيق بابا من مدينه ورزازات كنشارك هنايا بالفيلم ديالي اوليفر بلاك فيلم طويل في المسابقه الرسميه ديال الافلام الطويله في الدوره 22 هنا في مهرجان اخر بكا للفيلم الافريقي. دونك اوليفر بلاك هو قصه بسيطه جدا ديال واحد الشاب من جنوب الصحراء بغى يدير العبور ديال الصحراء باش يجي للمغرب باش يدير السيرك كرمزيه للثقافه وتبادل الافكار وفي الاخر غينتهي به المطاف واحد السيرك كبر منه اللي هو داعش. دونك داك الحلم ديالو انه اللي باغي يحقق لابناء افريقيا يجمعهم تحت واحد الخيمه ديال الفن غيولي غارجع لهم على اساس انه قاتل غيقتلهم. دونك وراه حينما يتحول الحلم الى كابوس. هذا هو دونك بالنسبه ليا كتجربه ديالي في السينما. دونك هذه التجربه الاولى ديالي في اخراج فيلم طويل. سبق لي درت 5 افلام قصيره كمخرج وسيناريست. هذا الفيلم الاول ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.